التعايش مع غير المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من المعلوم من الدين بالضرورة أن الشريعة الإسلامية جاءت رحمة للناس جميعا، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الرحمة التي هي عنوان رسالة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أنها رحمة شاملة وعامة كما وكيفا، تشمل كل شيء في هذا الوجود. نحن عندما نريد أن نقيس شيء، فإما أن نقيس مقداره وحجمه وهو ما يعبر عنه بالكمية، أو نقيس جوهره ووصفه وهو ما يعبر عنه بالكيفية. وانطلاق من هذا المقياس، فإن الرحمة في الشريعة الإسلامية عامة وشاملة وواسعة كما وكيفا، كما أن بعثة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم هي رحمة للبشرية كلها، لقوله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: إنما أنا رحمة مهداة. وفي ضوء قيمة الرحمة التي تميزت بها الشريعة الإسلامية، تنتظم حياة المسلم وتنضبط في علاقته مع نفسه أو مع خالقه أو مع محيطه أو في تعامله مع غير المسلمين الذين يجب أن يحسن إليهم ويكرمهم ويتسامح معهم في اختياراتهم وقيمهم. لقد اعتنى القرآن الكريم واعتنت السنة النبوية المطهرة بالتعامل مع غير المسلمين، وتكونت لدينا نحن المسلمين مادة علمية غنية ذات بعد إنساني في التعامل مع غير المسلمين. أساسها الاحترام والتقدير وحب الخير للغير. وأول شيء ينبه عليه القرآن الكريم هو أن جميع بني آدم يستحقون الكرامة والاحترام والتقدير لذات الإنسانية، لأن الله عز وجل الذي خلقهم وصورهم هو الذي قضى بتفضيلهم وتكريمهم. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إن قيمة الإنسان المسلم في نظر الإسلام هو ما يقدمه للبشرية من أعمال صالحة ومبادرات كريمة وإنجازات عظيمة تعود على البشرية بالخير والنفع العميم. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. ولفظ الناس في هذين الموضعين يشمل جميع بني آدم، المسلمين وغير المسلمين. كما اقتضت حكمة الله عز وجل أن يتواصل المسلم مع غيره من بني جنسه تواصلا إيجابيا مثمرا، بحيث يضع المسلم خبرته وما وهبه الله تعالى من مواهب في خدمة البشرية وإسعادها، وهو ما يحققه التواصل والتعارف. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقوم التعارف الإيجابي والتعايش السلمي مع غير المسلمين في الإسلام على مبادئ دينية وقيم إنسانية راسخة يمكن إجمالها في النقاط الآتية: مبدأ التكريم. لقد كرم الله تعالى الإنسان وفضله على سائر المخلوقات، كما أن البشر كلهم أسرة واحدة تجمعهم الأخوة الإنسانية والقيم المشتركة. وقد أوجب الإسلام النظر إلى الخلق بعين الرحمة والاحترام والتقدير. والقرآن الكريم صريح في اعتبار بني الإنسان إخوة، كما صرح الكتاب العزيز بالوحدة الإنسانية في أكثر من موضع. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بالناس فيما اختلفوا فيه. وغير المسلمين في نظر الإسلام يجب التعامل معهم بلطف وعطف، ويتأكد هذا أكثر مع الأقارب. ففي الحديث الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بأن تصل أمها، رغم أنها لم تكن مسلمة. وفي رواية أخرى أنها أتتها ببعض الهدايا فقبلتها منها بعد إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استنتج علماء رحمهم الله من هذا الحديث الشريف قبول هدية غير المسلمين. مبدأ العدل، وهو مبدأ راسخ في جميع الشرائع السماوية، وهو مطلب إنساني سامي. والعدل في الإسلام مقصد أسمى به قوام الدنيا والدين، وعلى مداره سعادة الإنسان وازدهار العمران. فقد أمر الله تعالى بالعدل بين المسلمين فيما بينهم، والعدل مع غيرهم من غير المسلمين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقد دلت هذه الآية الكريمة على وجوب العدل مع غير المسلمين وإنصافهم، وعدم التعرض لهم بأي شكل من أشكال الظلم. وهذا السلوك القويم من شأنه أن يجعل الإنسان المسلم إنسانا مؤثرا بشكل إيجابي في محيطه، ولا يكون منه شر تجاه أحد من الناس أبدا. مبدأ الوفاء بالعهد، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة كذلك، فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد، كما أكد الكتاب العزيز على هذا المبدأ في أكثر من موضع. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا اليمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. وقال أيضا: والموفون بعهدهم إذا عهدوا، والموفون بعهدهم إذا عهدوا. وقال أيضا: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. فقد دلت هذه الآيات البينات على وجوب الوفاء بالعهد. والعهد هو كل ما يلتزم به المسلم من عقود وغيرها، فالوفاء بها لازم، ولا يجوز نكث العهد بأي حال من الأحوال. مبدأ التعاون، من المعلوم كذلك أن الإنسان اجتماعي بالطبع، يحتاج في تدبير معاشه إلى بني جنسه، بحيث لا يمكن أن يعيش الإنسان منفردا عن بني جنسه، ولا يستقيم وجوده إلا مع أبناء جنسه. ومن هنا وجب التعاون مع المسلمين ومع غير المسلمين، بمقتضى أن تحقيق المصالح الضرورية معتبر في ديننا الإسلامي الحنيف. والحضارات الإنسانية كلها إنما ازدهرت بفضل تضافر جهود جميع بني الإنسان مهما اختلفت أجناسهم وأديانهم. إن طبيعة الحياة تقتضي أن يتعاون الناس جميعا على تحقيق ما فيه خير البشرية وصلاحها وسعادتها. إن المسلم الذي قدر له أن يعيش في مجتمع متعدد الثقافات والاختيارات عليه أن يبرز ما يحمله من قيم وفضائل إنسانية سامية إلى محيطه، وما يقدمه من أعمال جليلة هو عنوان دينه الذي يدعو إلى الإخلاص في العمل والصدق في القول والإسهام في البناء الحضاري. والمسلمون اليوم مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى الرجوع إلى تلك الوثيقة النبوية التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استقراره بالمدينة المنورة، فهي وثيقة عظيمة الشأن تتضمن مبادئ في غاية الأهمية، وفيها من القيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية والتسامح الديني والدعوة إلى التعاون مع التعاون ما هو جدير بكل مسلم أن يتخلق به في تعامله مع غير المسلمين. وخلاصة القول، فإن الإسلام ضمن لغير المسلمين حقوق كثيرة، وأوجب على المسلمين رعايتها
والوقوف عندها كحق الكرامة الإنسانية وحق الأخوة الإنسانية وحق العدالة الاجتماعية وحق المعاملة الفاضلة وحق الوفاء بالعهد. وهذه الحقوق مؤصلة في القرآن الكريم، مفصلة في السنة النبوية المطهرة. وهذه الحقوق جميعها تسمو بالإنسان وتعلو من شأنه، وهي ملائمة للفطرة الإنسانية مصداقا لقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.